انها متفرغه لمحاكمه الصحفيين المدونين وعوده على اتهام رئيس الحكومه الاسبق حمد جبالي بتبييض الاموال. من خلال متابعتك على الاقل لجمله الاتهامات والايقافات وقرار قاضي التحقيق ثم اتهام، هل تحركت ماكينه المحاسبه ام ان ماكينه القمع والتشويه عادت بسرعه؟ هو هذه حلبة ثانية. الانقلاب اليوم هو اللاعب الرئيسي على الأرض، وهو المحرك لجميع المعارك في توقيت محدد باختيارات محددة. اللعبة السياسية الأصلية هو تمرير دستور جديد واستفتاء في خضم هذه الفترة. لابد من إطار تقوم فيه القوى الانقلابية بتشتيت الأنظار عن أصل الإشكالات، عن أصل المشاكل في تونس، عن عجز هذا الانقلاب منذ سنة، عن مقاومة الفساد أو إصلاح أدنى إشكال موجود منذ زمان أو منذ العشرية كما يسمونها العشرية السوداء. هذه السنة الأمر متواصل بل يزداد سوءا، فكان لابد من هذه السيناريوهات. يعني هي سيناريوهات في الحقيقة بائسة وبالية جدا، بالية ليست فيها هناك أي تجديد، فيها سيناريو يخفف بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية، وهم يعملون كشبكة، وهذه الشبكة تقوم بتلفيق الملفات للأشخاص معينة، وهم مختارون بطريقة دقيقة جدا وليست اعتباطية. ويعتبر هذا الإيقاف، إيقاف المدونين، إيقاف السياسيين، نعم، هو نوع من أنواع تشتيت الانتباه، وخاصة كما وصفتها من قبل هو تنفيس في أمصار 25 جويلية. لأنه لا يخفاكم أنه قيس سعيد منذ 25 جويلية هو نفس العنصر الذي كان يلعب عليه، هو استئصال طرف معين، استبعاد، التشفي. الكثير من التونسيين يريدون ان يروا هذه المشاهد، مشاهد الايقافات، مشاهد السجون، مشاهد لكي تبدو وكانها في اطار المحاسبه والتفكير بين معقدين، وبالتالي هذا ما يحصل. نعم.